السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا دكتور، كيف حالك؟ معك عمر ناطور من أهلا فريق وسهلا. جيم أريبيا، حياك يا الله أهلا بك. وسهلا، أهلا وسهلا باشمهندس. ممكن نستنى 5 دقائق دكتور بعدين نبلش؟ متهيألي ممكن إن شاء الله حاضر. عشان بعد إذنك. تمام، لا أبدا.
نبدأ يا جماعة. ممكن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن طيب نبدأ. تفضل دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية احنا نتذكر كده بسرعة، احنا اتكلمنا على البيانات و سواء وصفية أو مكانية، وإزاي إن أنا أقدر أدمجهم كلهم في قاعدة بيانات واحدة، وعملنا قاعدة بيانات هنا كده، عملنا قاعدة البيانات سميناها 28، ابتدينا نجمع فيها الإيه؟ الداتا بتاعتنا. النهارده بقى هنتكلم إزاي أنا أستعرض البيانات دي وأجهز منها خرائط. برضه نخلي برنامج أركيماب ده، يا إما أنا مجرد إن أنا أضغط على العنصر كده وأشده كده وهينزل في مكانه، يعني هو مش، أو إن أنا أروح إن هو على إيه؟ على القائمة بتاعت الآد دي، إن أنا أضيف بيانات للخريطة. وفي الحالة دي أنا أقدر أعمل إيه بقى؟ أنا أقدر أضيف البيانات اللي أنا عايزها، يعني مثلا هنا دي الورك ويز، خلينا نقول كده مثلا الـ S2 دي اللي فيها بيانات أجيبها. شفتي ناقصها؟ دي فيها مشكلة في النظام الإحداثي بتاعها، شايفين؟ خلينا نقول نجيب دي اللي احنا نزلناها تقريبا. صوت غير. طب دي كده ايه مظبوطة. وبعدين اضيف تاني S5 مثلا. شوف دي كده. أضيف مثلا شبكة الطرق، دي مثلا الإشارات المشاة، الأرصفة والكلام ده. بس أهم حاجة طبعا إيه؟ الترتيب، يعني لازم أحط الإيه؟ كل اللير اللي فوق بتخفي اللير اللي تحتها. وبعدين دي الشوارع، يعني شبكة الشوارع اللي هنا برضه أحطها تحت الإشارات. ممكن أرتب مجموعات اللايرز مثلا دول كده، أختارهم مع بعض، إن أنا أضغط شيفت وأختار واقول له ايه؟ اقول له جروب. فدول يبقوا ايه؟ جروب مع بعض، اشغلهم وايه؟ واخفيهم مع بعض. وكمان شفنا المره الماضيه ان انا ممكن انزل باك جراوند اللي هو بتاع الاوتوكاد ده، لو انا عندي رسمه اوتوكاد كده. بعدين خليني عندي كمان اعتقد هنا الشوارع كلها بتاع المنطقة اللي احنا بنتعامل معاها، وعندي كمان الصورة الفضائية. طيب لو انا عايز خليني اخفي بقى ديت كده، ابتدي اعمل ايه؟ اظبط الالوان بتاعت العناصر بتاعتي بحيث ان برضه ايه بقى شكلها كويس. الخطوات المراحل الايه المهمه، يعني انا مثلا دي عايزه خلفيه، فاروح اعطيها كده ايه لون جراي، واقلل السمك بتاعها بدل ما هي واحد اخليها 1 من 10. تمام كده. مجرد ان انا اضغط على الايه على الحيز ده، وبعدين اروح مثلا للطرق اللي هي ديت، اجيبها كده اخر حاجه تحت. تمام. والطرق دي اخليها لونها غامق شويه، اسود كده مثلا، والغي الاوتلاين بتاعها خالص. لو عايز ازيد سمكها يمديني بقى ان انا ايه اخلي ده رخر اسود. تمام. وازيد إيه سمكه كده، يقوم ايه تبان اسمك، يعني اسمك من اسهل حقيقة يعني. زي انا عايز يعني. ممكن الأرصفة مثلا، ده الرصيف الفوقاني بتاع الديل اور مثلا، ده
أسرع كده أحضر كده مثلا. عندنا أرصفة تاني، نزلنا حاجة، ممكن ننزل تاني لو فيه. في سايد ووكس هنا، في ده، أيوه، أجيبه تحت كده شوية. أنا مجرد أنا دلوقتي إيه الألوان اللي أنا عندي دول السايد ووكس هم، خلي ده برضه أديله لون كده. طيب بعدين في حاجة هنا واخدة لون دي مش كده؟ كده تبقى الحكاية كده إيه؟ نفترض يعني إن إحنا كده إيه؟ أمورنا ماشية بشكل جيد. لو أنا عايز بقى دي أخليها، بس أنا عايز أخفها شوية الصورة الفضائية، حاسس إنها إيه تقيلة قوي، فأروح أعمل إيه؟ خد بالك هو هنا كده إيه ما عملش ريجنريشن للشاشة كلها. أنا ممكن أعمل كده، الزرار ده اسمه ريفريش، أو أضغط F5 فيعمل لي إيه ريفريش. الصورة الفضائية أنا عايز أخفها، فأعمل إيه؟ أقول له عايز البروبرتيز بتاعتها أو الخصائص بتاعتها، وأروح على الديسبلاي وأقول له أنا عايز ديسبلاي راستر ريزوليوشن، ديسبلاي ألاو انتراكتيف، ديسبلاي كواليتي، وبعدين ترانسبيرنسي هنا خليها 50 كويس. والبرايتنس لو عايز ازود السطوع بتاعها ممكن ايه، فاصبحت عندي كده ايه الصوره الفضائيه موجوده لكنها ايه، لكنها ضعيفه. الشارع مثلا عايز ازيد ابينه او اوضحه شويه، فغير لونه كده خليه اغمق شويه صغيرين عشان يبان تمام. طيب لو انا عندي بقى عايز المباني دي كويس، عايز اعمل خريطه مثلا لايه لارتفاعات المباني، خريطه ارتفاعات المباني. طيب دي المنطقه نمره 5 مثلا اللي هي ديت، شايف 5 5 هي اللي هي دي بس كده. راح مختار دي واقول له ايه بقى خصائص. وبعدين في عندي حاجه اسمها ايه سيمبولوجي، السيمبولوجي بتاعنا هقول له ايه كاتيجوريز، كاتيجوري بمعلومات ايه بقى، هقول له مثلا الفلور نمبر عدد الادوار، وهنا اقول له اد فاليوز تمام. في دي نال، دي النال دي يعني ايه صفر، يعني خلينا اللي هي ايه المباني اللي ملهاش فاليو، هقول له اوكي تمام. هاجي هنا مثلا هقول له انه دي دور واحد، هخليها لونها مثلا كده، دورين هخليها نفس اللون بس درجة أغمق، ثلاث أدوار هخليها برضه لونها درجة إيه أغمق كمان. أربعة أغمق كمان مثلا، او ممكن انا اقول له ايه بقى مور كولرز وابتدي ايه شد ده الاصلي هنا وده اللي بنور الجديد الرصيف ده انا عايز اغير لونه لان لونه صار بشع، يعني اللي هو ده بضغط هنا كده واقول له انا عايز اغير اللون ده، اديله اللون بقى درجه رمادي كده ولا حاجه عشان تبقى ايه حايده. وبعدين ده 6 هقول له ايه نفس الايه درجه اللون اللي احنا اخترناها دي، ابتدي اغير منها ايه اغمقها شويه من زياده عن اللي قبلها. دي نفس القصة برضو تاني،
كده، وال 14 دور بقى دي ابقى نازل تحت خالص كده مثلا شويه حسب بقى الكالر كود اللي انت عايز ايه او حضرتك عايزه تعمليه، بختار كده وابتدي ايه اغير الايه في درجه اللون. طيب كده انا عملت ايه؟ عملت المباني كالر كودد، اللون الفاتح اللي هو المباني الادوار المنخفضه، واللون الغامق اللي هي الادوار الايه؟ هاجي على دي كده واقول له انا عايز دي صفر. تمام؟ واغير لونها خليه بقى لونها ايه مثلا، افتح حاجه دي كده افتح حاجه وارجع هنا اقول له ايه؟ من هنا كده. يبقى انا كده ايه عملت كلر كودنج للايه للارتفاعات، الغامق كل ما تغمق كل ما ايه اللون بتاعها يصير ايه، معنى كده ان المباني اكثر ايه ارتفاعا. ومعلوميه الايه المعلومه اللي احنا اللي هي عندي اللي هو نمبر اوف فلورز. عايز بقى بحاله المبنى بالنظام الانشائي بتاع المبنى، يعني ممكن اعمل ايه خرائط متعدده من الايه من المعلومات اللي عندي. طيب انا عايز بقى اطبع الايه اطبع الخريطه دي. عندي انا تقريبا كل برامج الجرافيكس او الرسم عندها وضعيتين، وضعيه للموديلنج ووضعيه للايه للاي اوت. فانا هختار وضعيه اللاي اوت هنا من الزرار ده، ومن هنا هبدا. يعني هبدا اعمل ايه بقى؟ اول حاجه هروح على قائمه فايل اقول له ايه بيج اند برنت سيت اب. في البيج اند برنت سيت اب دي هقول له انا عايز البرنتر، احدد بقى له ان انا هعمل له مثلا بي دي اف، وعايز الورقه بتاعتي تبقى A2 وعايزها لاند سكيل. تمام؟ وبعدين اقول له بقى هنا عايز انا الاعدادات ياخد يستخدم نفس اعدادات الورقه بتاعت البرنتر زي ما انا عايز. وبعدين هنا بقول له سكيل ماب خريطه للايه للورقه، بدل ما افضل انا ايه اقعد اكبر واصغر، واقول له اوكي. بعد كده انا ممكن اعمل ايه اروح مكبر دي زي ما انا عايز، اكبر دي بالشكل اللي انا ايه اللي انا عايزه. طيب ادي بقى عندي الايه الخريطه اهي، اسف كده تمام. بقت بالايه دمني بالشكل ده. اولا عايز اسيب بقى الخريطه ديت عشان ما ايه شغلي ما يروحش، هقول له سيف از وايه واسيفها على انها ايه النهارده 2/1 إيه 1/2 واحد اندرسكور 2 20 21 مثلا 22 مثلا. خلاص يبقى انا كده سيفت الفايل ده. طيب لو انا الفايل ده الداتا بتاعته فين؟ عشان اعرف مكان الداتا هروح رايح رايت كليك كده واقول له ايه على اي لاير بقى، او ان انا ايه ادوس هنا كده. بص هنا اهو كده هيبين لي الايه كل لاير ها جايه من انهي سورس، السورس بتاعها فين. هم طبعا انا ايه ادركتهم كلهم من نفس ال، عندي اثنين لاير، عندي اثنين سورسز يعني، عندي ده سورس واحد ده وده سورس تاني. كويس كده؟ طيب انا ممكن ابقى مش محتاج ده اللي هو اس 1 ده، خلينا اشيل ده، اشيل اللي هو اس 1 ده الداتا ده عشان يبقى عندي ايه داتا بيز واحده. هو لما اقف كده هيبقى عندي هو ايه كله ده في داتا بيز واحده. الداتا بيز دي واحد فايل اهو شايفين. انا عايز لما وجايب لي المسار بتاعها كامل اهو، شايفين المسار بتاعها في الايه في الكورس فايلز جان 28، وده سيف از تاني اهو في الكورس فايلز وسميناه ايه 1/2/22. انا عايز لما انقل الملفين دول من الجهاز ده لاي جهاز تاني او الهارد الخارجي او مكان تاني على الجهاز يشتغلوا مع بعض، الداتا والايه
والخريطه بتاعتي او الخرائط لو انا عندي عده خرائط يعني. والا شوف بقى هيحصل ايه. لو انا طفيت ده قلت له كده سيف، شوف معايا كده، انا طفيت الداتا حلو، وهروح الخريطه ديت اقول له وريني ايه مكانها فين. هي عندي الخريطه هنا والداتا بتاعتها اللي هي جان 28 دي، كويس. لو انا شلت الجان 28 دي، اسف دي اللي هي 17 ميجا بايت، لو انا شلتها من مكانها كده عملت فولدر جديد نيو وسميته تيست 1 2 ونقلت الداتا دي من مكانها ونقلت الام اكس دي ده من مكانه اللي هو في الخريطه وحطيتهم فين؟ في تيست 1 2 ورحت شغلت الخريطه. لا استنى بقى معلش، الخريطه انا نقلت ملف المفروض انقل ده اللي هو انا جبت منه الداتا، مش هرضى انقله صح؟ شوف ده الملف اللي هو فيه اللوك اللي هو لما يشتغل يعمل ايه؟ يقفل الداتا عن اي برنامج تاني مش شغال. شوف كده ده بي دي اف ده مش تبعنا، معلش هو شغال بيشغل الارك ماب او اشتغلت. بص بقى هنا حصل ايه؟ كل الداتا جات لي ايه؟ جات لي عليها علامه حمراء والخريطه كلها فاضيه. ليه بقى؟ محتاج ان انا اعمل كده بقى. بص كده هقول له ايه؟ خصائص السورس المصدر بتاع الداتا اهو، واسمها اس 5 ده اندرسكور داتا، هقول له كده شايف، واروح على فولدر كونكشنز جي اس كورس فايلز تيست 1 2 هنا، واقول له ايه انه دي اللي هي كانت ايه اس 5 داتا، هعمل كده اس 5 اللي هي ديت وابلاي اوكي، ابتدى يجيبها لي. هضطر اعمل ده على كل الايه؟ على كل اللايرز. شايف كل اللايرز اللي مش باينه؟ شايف دي عليها علامه تعجب بالاحمر كده صغيره. كل اللايرز دي لازم امشي عليها واحده واحده، اقول له ايه؟ بس 5 كويس. حتى بتاعت الباك جراوند ديت دي بتاعت الطرق، فمعناته ان انا عندي ايه؟ لود كبير من الشغل لازم ايه اشتغله تاني كل ما انقل الملف ده، ولا انا مش عايز يحصل كده. هوريك دلوقتي نعمل ايه بقى. انا عندي دي الصوره الفضائيه اهي، هو بيحتفظ الحقيقه بالايه؟ بالسيمبولوجي والكلام ده اللي هي كانت ايه بقى؟ اسمها ايه الصوره الفضائيه؟ جان 251. سورس فايل جان احنا حطيناها بره يمكن ولا فولدر كونكشن سورس جي اي اس كورس فايلز جان هخش تيست 1 دي واجيب الايه دي اللي هي الصوره بقى دي. نقول له هنا مش عايز يجيبها ليه؟ مش عايز.
طيب خلينا هو عايز ايه؟ ده الداتا سورس اهو، سيت داتا سورس. خلاص انا هشيلها خالص عشان اريح دماغي لما يحصل معايا حاجه مش فيها مشكله كده، هشيلها خالص واضيفها تاني. بس معنى ان انا اضيفها تاني ان انا يحصل ايه؟ فاليد راستر داتا سيت فيل تو كرييت راستر لير. ده هي حصل لها ايرور يا زلمه لما نقلناها. طيب انا عندي واحده تانية ممكن تكون شغاله برضو. كل ال هقول لك انا بيحصل ايه بقى. بص كده، احنا شايف دي هو البرنامج عملها، سوري البرنامج عملها عشان نحط فيها الداتا بتاعت فاكرين لما قلنا ان هو احنا عندنا الملفات. خلينا نروح تاني للارك كاتالوج. قلنا ايه؟ قلنا ان احنا الملفات في عندنا ام دي بي وعندنا ايه جي دي بي، وقلنا الام دي بي دي بيزد على المايكروسوفت اكسس والفورمات بتاعت الداتا بيز بتاعته، وانه ده عيبه انه حجم الفايل بيبقى ايه ماكسيم 2 جيجا بايت. فهم عشان يحلوا المشكله دي فقالوا ايه ان هو عشان الفايل حجمه ما يكبرش قوي بسرعه، فقالوا ان احنا الداتا بتاعت الصور بيخليها ايه في فولدر خارجي، خليها في فولدر ايه خارجي. فغالبا هو ايه المشكله في واحده ان احنا ايه الفولدر ده ما اتنقلش معانا. طيب عشان اعمل ده اعمل ايه بقى؟ خلينا نجرب ننقل ده كده. نقول له قط حتى نضيفه هنا. شوف تاني عندنا حاجه جان 25 تاني هنا، ما فيش حاجه. حلو. هل معنى ده ان انا لو دلوقتي عملت لها اد هتظبط؟ مش عارف. ظبطت تمام. يبقى هو عشان الايه الداتا بتاعتها، الداتا بتاعت الصوره الفضائيه مش موجوده في الداتا بيز نفسها، اللي موجود في الداتا بيز ايه جزء من الداتا، انما بقيه الداتا بتاعت التفاصيل بتاعت الصوره. وقلنا انه ده حجمها بيوصل مثلا ل 6 4 جيجا 5 جيجا غالبا، يعني الكيلو في كيلو بيجي على دي في دي، فحجمه شويه الهاندلنج بتاعه بيبقى شويه صعب على الاجهزه كده. نرجع تاني، احنا كنا عملنا لها هنا نوت ايه في الديسبلاي، عملنا لها ايه الترانسبيرنسي زودناها شويه. طيب عشان انا الكلام ده ما ايه مش كل مره بقى انقل الفايل اروح اعمل القصه الكبيره دي، انا بقى بعمل ايه بقى؟ بص هنا بقول له ايه، في عندي حاجه اسمها ماب دوكيومنت بروبرتيز، خصائص الايه الخريطه. حلو. من ضمن الخصائص بتاعت الخريطه دي في عندي تحت هنا حاجه اسمها ايه الديفولت جيو داتابيز، اللي هي الايه المصدر الاساسي بتاع البيانات، المصدر الاساسي بتاع البيانات. تحت منها حاجه اسمها ايه الباث نيمز. الباث نيمز اما علم دي بقول له ايه ريستور ها ريليتيف باث نيم تو داتا سورس. يعني ايه الكلام ده؟ المسار بتاع البيانات في عندي طريقتين ان انا اخزن المسار ده، ان انا اخزن المسار كامل انه ايه جوه السي جوه اليوزرز جوه الاونرز جوه الدوكيومنتس جوه الارك جي اس ها الديفولت داتابيز تمام، او ان انا اقول له ايه لا ده هي ايه هي دي الداتابيز بتاعتي فين مكانها اهو. حلو. واقول له ابلاي واقول له ايه انه بقى لا مش بقى مش الديفولت بقى ان يروح على الدي. طب افرض انا حطيتها على جهاز ما فيهوش دي، هيروح يدور على دي ما يلاقيش ويديني ايرور. انا عشان احافظ على الحكايه دي بعمل ايه؟ بقول له انه ده ستور ريليتيف باث نيم. يعني ايه؟ يعني العلاقه في الاستراكشر بتاعت الفولدرز بين الماب وبين السورس بتاعها تبقى ايه هي دي اللي يحتفظ بيها. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان انا لما اروح على الفولدر ده والاقي انه الداتابيز والخريطه
مع بعض في نفس ال في نفس الفولدر، هو هيحتفظ بالعلاقه بينهم ان هما الاثنين على فولدر واحد. طب افرض انه انا حطيت الداتابيز هنا برضه نفس الحكايه، هيحتفظ بالعلاقه بينهم، هيدور على الفولدر الاعلى من الايه، من الفولدر اللي فيه الايه الخريطه. يبقى ده بنسميه ايه، الريلاتيف سورس او الريلاتيف داتابيز. طيب خلينا بقى كده، انا باقي لي اتنين بتاع ده، انا هشيل ده وهشيل ده عشان بس ايه اوريك احنا ايه عملنا ايه، وهشيل ده اللي هم ايه اللايرز اللي ملهاش مش لاقي لها كان سورس يعني، كويس. وهسيف الفايل ده وهقفل الارك ماب خالص، تمام، وهرجع اشغله دلوقتي بعد ما عملنا ايه بقى، عملنا ان الداتا الباث بتاعها ريليتيف للايه للخريطه. ده ملف الداتا وادي ملف الخريطه، نشوف كده حصل ايه. طبعا حجم الخريطه نفسها، ملفات الخرائط بتبقى حجمها صغير، ليه؟ لان هو بياخد الداتا من مصادرها. طبعا انا حاطط الداتا كلها هنا في البيزمان، لو انا شفت كده حجم السايز بتاع ده هلاقيه ايه، خلينا في حد عايز جوين. لو شفنا الحجم ده 166 ميجا بايت، اللي هو الفولدر اللي هو فيه بيانات الايه الصوره الفضائيه. شوف هنا بقى لما فكينا الملف الارك ماب اشتغل على طول من غير بقى ما يديني ايه، ما يروح ايه يلاقي انه في ميسنج داتا ولا حاجه مش لاقيها ولا كده، خلاص يبقى هو كده ايه من الايه الدوكيمنت بروبريتيز تحت هنا. اعرفه مكان الديفولت جيو داتا بيز فين، واخليه يخزنها على انها ايه ريليتيف باث نيم. طيب نرجع تاني بقى للايه للخريطه بتاعتنا، انا عايز اخرج الخريطه دي بشكل افضل من كده. طيب اخرجها ازاي بقى؟ بص كده مثلا الاول البرواز ده انا عايز اقسم الخريطه حيزات وعايز اعدلها سكيل. انا دلوقتي السكيل بتاعنا هنا فوق واحد لايه ل 168000، نقول له ايه مثلا واحد ل 8000 مثلا، اشوف يحصل ايه. كبرت قوي. طيب لو قلت له انا انها واحد ل 20000، انا ممكن طبعا بص طول الوقت انا عندي هنا شريط الادوات ده في ايه الزوم ان والزوم اوت. لو انا اخدت الزوم اوت دي عملت كده او ان انا اقول له ايه زوم بريفيوس، زوم بريفيوس تاني. طيب طبعا انا اخترت ورقه ايه 2 فبالتالي السكيل هنا هخليه مثلا ايه 1 ل 50000 ودول احطهم صفار. طيب اعمل ايه تاني، احطها واحد لكام مثلا ل 100. ابتدت ايه تكبر شويه، عندي هنا في بان برضو اقدر ايه اظبط. طيب واحد لكام مثلا ل 70000، حطيت 700. طيب واحد ل 70000 كويس. طيب لو انا الورقه دي انا يعني صغيره كده بالنسبه لي عايز اكبرها شويه، هقول له ايه برنت سيت اب واخليها بدل ايه 1 اخليها ايه 0.
حلو، وانا قايل له ايه سكيل الماء الخريطه على قد الصوره. شوف بقى فوق هنا، بص هنا كده انا بعمل ايه، بان جوه الايه، جوه الفريم او جوه الاطار يعني. لو انا عايز احرك بقى كل الاطار نفسه، لو انا عايز احرك كل الاطار نفسه ممكن بعمل ايه، بجيب شريط الادوات بتاع، يعني لو ضغطت كده ماوس كليك وقلت له ايه، قلت له انا عايز درو، قائمه الدرو اهي، حلو، ابتديت احط قائمه الدرو، مش معقول عشان انزل القائمه يعني. تمام، دي قائمة الدروق اهي، انا هشبكها هنا فوق، فيها نفس يعني فيها الزوم ان وزوم اوت، وفيها كل الايه التفاصيل اللي انا عايز اعملها. كمان في هنا ده دي أداة التحريك بتاعت الرسم. تمام، كمان في حاجة، في مجموعة من الأدوات المساعدة لطيفة برضو. يعني لو أنا كده جيت هنا ورحت إيه ضاغط هنا، عندي 0 1 2، هعمل مثلا ايه علامه هنا عند الايه 2 او 3، وعندي علامه كمان عند الايه 1. تمام، وايه اقول له انا هعمل دي كده، واجي هنا برضو بالك هي بقت ايه اسمها ايه 0، الايه 0 84 في 112 لازم تكون، فانا عندي ايه 3، عند الثلاثه هنا هعمل علامه، العلامه دي هحركها تحت شويه. يعني ايه في شويه ادوات ايه زي الأدوات اللي في الفوتوشوب كده، علامات مساعدة يعني. وهنا نفس القصة برضو، هعمل هنا علامة، وهعمل مثلا أقول إيه دي 119 ولا 118 حاجة زي كده، أنا هجيب إيه عند 100 كده بالظبط مثلا، وهعمل علامة تانية هنا كده. اسف كده، عايز اكبر الخريطه بقى انا ايه للايه لغايه الايه الحد ده تحت، عايز برضو اعمل كده برضو ايه، احنا قلنا 3 مش كده، 1 هنا ما عملناش 3 يعني هنا صح، عملنا 1، يعني ايه احركها كده 3، واحط لها كمان واحدة عند الواحد اذا عايزها يعني، وابتدي ايه صغر دي كده كده، انا ايه ظبطت الايه الحدود بتاعت الخريطة بتاعتي. طيب انا عايز اضيف مثلا، اضيف برواز بقى، برواز الخريطة، فاروح على شريط الادوات واقول له ايه بقى هنا كده ريكتانجل، اروح جايب الاول هنا كده وبعدين اضغط عليه موس يمين واقول له ايه سند باك او اوردر اهو ترتيب سند ايه باك. طيب ده انا مش عايزه ملون كده وبتاع، فاكيد انا على شريط الادوات شويه ادوات بسيطه يعني، انه كلر الاوت لاين في اسود، ممكن يعني ممكن يعني ايه اعدل عليه، ممكن كمان اقول له الخصائص بتاعته بتفصيل اكتر، ها وازيد سمك الايه الخط شويه. انا عملت ايه برواز حوالين الايه حوالين الخريطه، عايز اعمل اسميها خرطوشه او جدول كده ولا حاجه في الخريطه، برضو اروح اعمل كده عايز برضه ألغي لونه، ممكن ألغي لونه لو مش عايزه ملون، عايز أخليه أسود. لو أنا عايز أعمل تعديلات أكتر ممكن إيه بروح كده
وعندي بقى الاريا والسايز والسيمبولوجي بتاعه والكلام ده كله. طيب بقى انا كده ايه بقى عندي ايه الخريطه اهي، وعملت جدول برواز كده وجدول جانبي كده عشان احط فيه شويه بيانات واسم الخريطه والكلام ده. وكمان انا عندي ده بقى ايه 30,000 او 34,000 وشويه، هخليه 30,000 30 تمام، وهقول اوكي فبقيت 30. طيب عايز اكبرها شويه كمان، لو انا عايز يعني اعملها ايه 25,000 يقول ايه بقى اقول انا عايز الزوم اللي قبل ده، الزوم اللي قبل ده اللي هو هنا كان ايه 25,000 وبقول احطهم صفار حركنا انا عايز احرك الخريطه بحرك من هنا 25,000 ده طلع كبير، فممكن ايه اصغره شويه اخليه 30 تاني معلش، وعايز الاصفار دول اخليهم اصفار بقى عشان يبقى رقم صحيح، عشان زي ما ايه ده 3,000 ده 30 30,000 حلو. ما فيش خريطة من غير إيه؟ من غير سهم شمال. فهروح هنا أقول له إيه؟ انسرت نورث أرو. عندي إيه؟ لستة كبيرة من الإيه؟ من الأسهم الشمال، شكل سهم الشمال، أختار واحد منها. هقول له آخد ده مثلاً. آخد ده زي ما أنا عايز بقى، يعني إيه؟ اشكال ممكن اغير فيها كمان، لو في خصائصها ممكن اغيرها. اوكي. ونزل طبعا هنا، انا هاخده اي اضيفه هنا فوق. طيب، ادي سهم الشمال اهو، بس ده مش مكتوب حلو، فانا ممكن اقول له ايه؟ لا لا انا مش عايز، مش عاجبني ده. مش مكتوب نورث وايست وويست. هقول له ايه انا عايز الخصائص بتاعته. ها معلش الجهاز بيغيب شويه. اولا الستايل ممكن نفسه ايه اغير الستايل تاني، ارجع تاني في كلامي واقول له ايه انا عايز الستايل ده كويس. وبعدين هنا لو انا عايز اعمل له برواز اطار يعني، يعني هو نفس السهم الشمال يبقى ايه حوالي منه ايه اطار. هنا لو انا عايز احدد له مكان في الورقه بمقاسات يعني بالاحداثيات، يعني احداثيات الورقه احنا عندنا هو دلوقتي على المسافه مثلا البوزيشن الاكس بتاعه 102 والعرض بتاعه 17، لو انا خليت العرض 15 شوف كده هيحصل ايه صغر، لو البوزيشن بتاعه عند 100 خليته 90 يعني لو انا عايز اوقعه في مكان اقدر اوقعه ايه في المكان ده بالذات، يعني اغير الاطار بتاعه وشكله عايز ان هو احط ال عايز الففه يعني لو انا نفترض ان انا الخريطه عندي مستطيله شويه طوليه وانا هتهدر لي الورقه فعايز الفف الخريطه يمديني ان انا ايه الفف الخريطه اخليه حقيقي او ما ايه مع اتجاه الايه الخريطه في الورق. الكتابات الان والاي والبتاع ممكن اتحكم فيها الكتابات. اللون بتاع الكتابه ممكن اخليه مثلا احمر لون اللوجو كله. ها لو عايز اغير الكاركتر اللي هو التكست عايز اغير السيمبل نفسه بتاع
او السيمبولوجي بتاع السهم الشمال اقدر اغير فيه حاجات كتيره يعني. هقول له اوكي كده دلوقتي. لو انا عايز اغير السيمبولوجي بتاعه بقدر اغير من هنا، انا مش عايز اعمل اي تغيير دلوقتي، حتى اللون بتاعه اخليه اسود زي ما كان عشان ايه يبقى شكله ايه ملائم. كبير اذا كبير بختاره كده واعمل ايه بصغره. طيب يبقى ده سهم الشمال. كمان الخريطه دي انا عايزها تبقى مقروءه شويه شوف هنا انا بعمل ايه. بص كده بروح على اما امسك ده كده اللي هو ده بنسميه ايه، ده تفريم، ده بنسميه ايه او الاطار بتاع الايه البيانات او الخريطه. هضغط كده اقول له ايه عايز الخصائص بتاعته. الداتا فريم ده في حاجات كتيرة يعني، بس أنا هقول لك مثلا إيه الفريم بتاعنا. فريم البرواز يعني الحد الخارجي. في عندي حاجة اسمها ستايل، خلينا نشوف كده فوق هنا. الداتا تفاصيل، هنا الداتا فريم. هنا طبعا ده امتداد الداتا، لو أنا عايز أقص الداتا شوية يعني مش عايز إيه يعني عندي الخريطه كده هنا عندي اخر هنا خلاص ما اجيبش بقى الايه الحاجات الخارجيه يعني. فممكن اعمل ايه انه اقص البيانات يعني. فالصفحه دي بتاعت الايه بتاعت الكليبنج بتاع القص البيانات الاضافيه اللي مش باينه في الايه في الفريم ده هنا هو بتاعت الكوردينت سيستم. احنا قلنا ان احنا بنشتغل على ايه على نظام ايه هدفيات واحد. وبعدين الالومنيشن ده عشان الايه الصور الفضائيه، لو انا عايز ازود الكونترست بتاعها اغمق الصوره الفضائيه شويه عايز اقدر اتحكم فيها وانا بطبعها يعني. هنا انا ممكن اعمل ايه الجريد. شوف بقى الجريد ده في كذا نوع من انواع الجريد. هقول لك ايه الانواع دي ايه بقى. اولا النوع ده هو عباره عن ايه، عباره عن يقسمهم ان هو بيقول لك ايه ريفرنس جريد ديفايدز ماب انتو ايه جريد فور اندكسنج. يعني ايه؟ يعني عشان انا اما اتبادل الخريطه دي مع حد واقول له إيه؟ ايه عندك النقطه المربع او المبنى مثلا اللي في المربع مثلا 3 دي، فعارف ان هو ايه في الحيز ده، او المربع مثلا 4 سي يبقى عارف ان هو ايه في المكان ده. فده عشان ايه عشان يبقى اعمل ايه اندكسنج جريد. طيب اللي فوق ده بيسموه ايه الميجرد جريد. ده بيبين لي فوق هنا اهو الاحداثيات الطوليه والعرضيه بتاعه الخطوط دي بتاعه الشبكه. يعني كل خط من دول ده خط الطول بتاع على الكره الارضيه، وده خط العرض بتاع اللي على الكره الارضيه. تمام. اللي بعد ده ديفايد الماب باي ميديانز اند بارلز بخطوط ايه متوسطات، يعني اللي هو بيقول لك ده ان كذا وده دبليو كذا نفسها بس ايه بالدايره بالتقدير 60. يعني لو انا بصيت على ده مثلا كده قلت له ايه انا عايز الاندكس ده حلو، بيسالني بقى الجريد الاندكس تاب اونلي، عايز الزرار دي بس ولا عايز الشبكه كمان؟ عايز الشبكه. طيب الشبكة دي عايز شكلها ايه؟ هقول له انا عايزها 2 من 10، هقول له مثلا ايه لا عايزها 1 من 10، لونها ايه رمادي، عايزها ايه اسود، ها؟ وانتبهان تبقى ايه؟ انحف ولكنها ايه؟ اغمق يعني. عايز التقسيم يقسم الخريطة كام في كام؟ انا عايز اللي بالعرض اكتر، هقول له دول عايزهم 8 ودول مثلا نقول ان هم مثلا 6 أو دول 10 10 و6 كويس؟ لأن هي إيه الخريطة عندي مستطيل. طيب اسألني تاني بقى بيقول لي عايز الخلفية بتاعت اللي بره ده تبقى إيه؟ عايزها بيضة؟ عايزها رمادي؟ أقول له عايزها رمادي مثلا اللون الفاتح ده. ها؟
عايز الاي بي سي دي تبقى بالعرض ولا بالطول؟ هقول له انا عايزها بالطول، واللي بالعرض لان هم اكتر، واللي بالعرض ايه اللي بالاكتر دول اخليهم بالارقام. نيكست. بيقول له بقى ايه، بليس اي بوردر بتوين ايه جريد اند اكسس، يعني ايه يسيب مسافه بين الجريد والاكسس والمحاور يعني، ولا لا يبقى ايه الحيز ايه متواصل يعني. وبعدين تحت بقى الجريد بروبرتيز ستور از ايه ستاتيك جرافيك ذات كان بي اديتد، يعني ايه بقى، او ستور از ايه فيكسد جريد ذات ابديتس ويز ايه تشينجز تو ذا داتا فريم، يعني ايه، يعني لو انا قصرت الفريم ده يخليهم 10 برضه، لو انا قصرت طوله يخليهم ايه 10، او لا انا لو قصرت طوله يخليهم 8 يقللوا معاهم، فانا ايه هخليه ايه العدد ثابت يعني. اقول له فينش ابلاي، واشوف حصل ايه. حصل ايه هنا بقى، عمل الايه البتاع ده، بس ايه انا شايف انه صغير قوي والفونت ايه ما يتناسبش مع حجم الخريطه، صح كده؟ هقول له تاني بروبرتيز جوه بقى، احنا خدنا ايه اللي هو الايه اللي سميناه اندكس جريد، هقول له بروبرتيز بتاعت الاندكس الجريد ده. وبعدين الليبلز مثلا انا هكبرها شويه، معلش مش عارف الجهاز تقيل شويه. تمام، ادي ال 10 و6 اللي احنا كنا حاطينهم، ها وده اللي هو الايه الليبلز الاسامي بتاعتها. انا هقول له عايزها بولد، وعايزهم مقاسهم مثلا ايه 14، تمام، وعايزهم في النص ولا الفيرتيكال اللي في الجنب الراس، عايزهم يبقوا فين؟ عايزهم في اول المربع من فوق ولا في النص ولا فين؟ طبعا انا ايه مش هغير فيهم، اخليهم زي ما هم كويسين، بس انا عايز هنا اهو الايه الديسبلاي تكس العلامات بتاعت البتاع ده جوه ولا بره. وبعدين التيك سايز هم هنا 2، انا هخليه ايه 4، نشوف حصل ايه. كبرها شوية ولا أولا الفونت بقى بولد مازال، بس خلينا نغيرها تاني، ده التيك سايز و ليبلز يعني، معلش سرجعنا تاني لل شو از جريد اوف لاينز، شو از جريد اوف تكس، يعني تكس دي يعني هي عند التقاطعات بس يبين لي ايه علامات عند التقاطعات، لا انا عايز اللاينز زي ما هي اللي زي كده يعني. هقول له ايه بينها لي، والليبل اهو الليبل، الليبل اكسس توب ليفت وبوتوم ورايت على كل الاجناب، عايزهم جنبين اثنين، هقول له عايز فوق وايه وشمال بس مثلا. وبعدين في اديشنال بروبرتيز هنا، الفور جراوند اللي هو اللون الامامي، والاوت لاين بتاعنا هخليه اسود مثلا، والسمك بتاعه 200 بوينت، التاب ثيكنس ايوه، طب ما ده ممكن نزيده بقى نخليه 40 كده نشوف بيعمل ايه. زود سمك الايه سمك التاب اهو، بس صغيرين نكبرهم تاني معلش شويه بعد اذنك.
ولا ما فيش داعي عشان ما نضيعش وقتك، خلينا نروح لبقية التفاصيل يعني. معلش بنستخدم، معلش انا في سؤال انا لسه شايفه دلوقتي بيسأل، هل احنا بنستخدم الجريد مع الـ UTM projection ولا الجيوغرافيك؟ هي بتمشي ده وده، لانه في هنا اهو في الجريد انت بتختار اللي انت عايز تعمله سواء كده او كده. وزي ما قلنا ان هو نفس ده انت بتحدد له الكوردين سيستم. اهم حاجه انه الكوردين سيستم بتاعك يكون واحد، يعني ما تغيرش الايه الكوردين سيستم يعني، وهو كده كده هيعرض لك الايه الكورن سيستم بتاع اللاينز الفيرتيكال والهوريزونتال لو انت عايز تشتغل بالايه بالكوردس دي. وفي الحاله دي استحسن بقى ما تخليش ده في النص، ما تخليش الليبل ده ما تخليش في النص بقى، خليه جنب الايه جنب اللاين عشان يبقى منسوب للايه معروف ده بتاعني اللي فيه. طب نرجع تاني بقى للايه للخريطه. احنا ضفنا سهم شمال، ضفنا شبكه، ضفنا بتاع ده تاب كده تابس خارجيه سمينا الجريد بتاع الشبكه. وبعدين هنضيف بقى ايه هنا اهو سكيل كده سكيل. في حاجتين بقى ممكن اضيف تكست سكيل حلو يعني كذا، او بقى انه 1 سم على الخريطه يطلع قد كده، او يعني شو الصيغه اللي انت ايه اللي انت عايزها تمام تجي لك هنا كده. وانس ان انت ضفتها تقدر ان انت ايه تقول له انا عايز بتاع دي انا عايز اكبر اكبرها. انا لو عايز اكبرها انا بكبرها ايه من الايه من دول كده، لكن انا لو عايز اغير انقل مكانها اقدر ان انا ايه انقلها من مكانها. طبعا احنا يعني ايه في الخرائط ما بنحبش قوي ان احنا نشتغل بالتكست، هو اسهل طبعا ان انت تضيفه في اضافته يعني، لكنه ايه لكنه هو ايه ما هوش ايه انسب حاجه. ليه بقى مش انسب حاجه؟ لانه معنى ده انه الشخص لو قاس من على الخريطه يطلع المقاس ويضربه في 30000 ولا في 30 مليون، ما اعرفش 30 مليون دي يعني، لكنه يعني ايه اذا ضرب في السكيل المفروض يطلع مقاسات حقيقيه. فاحنا الطباعه والمقاس الورقه والكلام ده كله قد ايه يتغير، وبالتالي انا احسن ان انا اعمل ايه اعمل السكيل بار. ايه بقى السكيل بار ده؟ اللي هو ده كده او عايز ده كده او اي واحد فيهم. هو طبعا ايه بيضيف له عيب بقى ده ها انه لما بعد ما تتعب فيه وتظبطه بعد ما تتعب فيه وتظبطه طبعا انت عايز تظبطه على ايه على قد على قد الحيز اللي انت هتحطه عليه. لو انا عايز احطه هنا كده يبقى انا عايز ايه اصغر دي على قد الايه الحيز تمام. الوحدات دي مش مظبوطه كده ممكن ايه ازيده كده شويه تمام، والفونت دخل في بعضه والعمليه ايه اتلخبطت خالص. فبعمل ايه فبقول له بروبرتيز وبعدين هدخل بقى على الفريم اقول له عندي كام سب ديفيجن، هقول له 2 وهنا 2 برضه. فالايه الكتابات قلت شويه وبعدين الجاب بقى بين الكلام وبين وبين البار نفسه عايزه قد ايه؟ مش هغيره بس الفونت نفسه انا ممكن ايه ده البوزيشن بتاعه وده الفريم لو انا عايز احط له برواز يعني مش عايز له برواز ولا حاجه. وبعدين دي الصيغه بتاعته اللي انا عايز اغيرها. نشوف الايه النمبرز وبعدين اليونتس. خلينا نسيب كل ده اللي اهم حاجتين دول.
numbers units. انا عايز اصغر الكتابه شويه واعملها بولد، وبعدين اشوف الوحدات بقى. انا عايز السكيل ما يطلعليش 650 وبتاع، يطلع 500 و1000 وكده. فده النمبرز، والنمبرز هنا ديفيجن اند فيرست ميد بوينت. يعني ايه؟ هيقسم من عند ايه؟ هيقسم يعني هو خد، انا قسمت دي 2 والاثنين قسمتهم 2 كمان، ماشي؟ ويحط الكتابات اباف بار. لو انا عايز النمبر فورمات، الصيغه بتاعت الارقام، عايز كسرين 20 بس، هقول له ماشي كده. تمام؟ شو thousands separations، لو في الافات يحط علامه عشريه ليها. تمام؟ باد وزيرو، ان انت ايه تحط لها صفر قبلها لو فيها كسور ولا بتاع. وشو بلس ساينز، علامه الزائد والناقص. نمبر اوف ديسيمال بليسز ولا نمبر اوف ايه significant، هقول له كده اشوف كده يحصل ايه. نمبر اوف سيجنيفيكانس، وبعدين اروح على ايه بقى؟ وهنا هو يوز فراكشن كاركترز لو انا عايز احط ايه كسور. وبعدين المارك لو انا عايز احط علامه كمان عند البدايه وعند النهايه وعند الزيرو والكلام ده، او مش عايز احط زي ما انا عايز. اروح بقى للسكيل. هنا انا قلت له ايه؟ 2 بس 2 سب ديفيجن، وبعدين السب ديفيجن كان اعمله 2، ممكن اخلي ايه 3. كويس، قسمت الاولانيه 3، قسمتها كلها 3، واول واحده قسمتها 2 بس، او ان انا اقول له ايه 2 ثاني. وبعدين هنا هو بقى بيقول لي بقى ايه هون ريسايزنج، لما ايه يحصل التصغير يعمل ايه؟ adjust the width ولا adjust the number of divisions ولا adjust the divisions والdivision values. معنى الكلام ده ايه؟ انه لما اعمل كده واقول له apply، كل ما صغر ولا كبر هيحصل ايه؟ ال values دي هتتغير. طيب divisions بالكيلومتر، نخلي الكلام في الاخر ولا في الاول ولا نخليه ازاي؟ شوف كده لما انا ايه اكبر دي كده شويه، شوف هنا انا ثبتت الايه، بص الارقام ابتدت ايه ثبتت الموضوع، لكن الارقام هي اللي ايه يعني السكيل بيتغير، بس الارقام هي اللي ايه الارقام بتتغير مع السكيل، فاهمني؟ يعني لما اصغر دي كده بقت دي 1200، كانت 1300 من شويه. يبقى انا من ال من الـ من الـ من الديالوج ده بقدر احدد ايه انا عايز الايه الفاليوز تبقى ازاي. تمام كده؟ يبقى ده السكيل. انا عايز اضيف عنوان الخريطه دي، هروح رايح هنا اقول له ايه تكست. تمام، وراح اعمل كده هنا سويتش التكست في ايه. ممكن بقى عندي كذا حاجه في كول اوت، يعني اعمل علامه على حته في الخريطه، يعني اعمل كده واكتب اللي انا عايزه. تمام، على مكان معين في الخريطه، او ان انا ايه تست مثلا انتر، فبقت ايه this is test. او ان انا اقول له ايه انا عايز، لا انا مش عايز اكتب، عايز اكتب تكست عادي يعني عنوان، ضرب ضغط عليها كده وكاتب ايه التكست، كاتب ايه this is طيب. طب لو انا عايز اكتب الكلام ده بالعربي، عايز اكتب الكلام بالعربي، فاجي اقول له ايه يعني لو انا كده اخترت ده وقلت له بروبرتيز التكست اللي انا نزلتها في الاول وما عملتش فيها حاجه، اروح جاي ايه عامل كده هذا هو عنوان الخريطه
عايز اغير الفونت اقدر اغير الفونت، عايز اغير اغير في زمن، عايز تشينج سيمبولوجي. معلش تمام، عايز وولت، عايز اكبر الفونت شويه، اخليه مثلا ده عنوان عامله 48 مثلا. طيب عايز اضيف صوره، عايز اضيف صورة، الصورة دي مثلا ممكن تكون شعار، ممكن تكون أي حاجة. أنا بروح على دروه هنا هو تقول لي إيه الصورة دي غير الصورة الفضائية اللي أنا ضفتها، أنا ضفت صورة هنا. كويس؟ هقول له إيه الصورة، انا ممكن اضيف على الخريطه برضو. خلينا هقول لك الخريطه يعني ممكن انا اجي اعمل ايه، اعمل حاجه كده مثلا زي دي كده. تمام، انا عايز اميز حاجه على الخريطه، اقول له بروبرتيز، خلي دي ترانسبيرنت وده احمر حتى هنا كده سيمبل، واختار ايديت سيمبل هنا كده، اخلي الاوت لاين ده اخليه من هنا كده يبقى خط مجزأ بس كده يعني، ده خط او خط دبل او يا زي ما انا عايز، اللي انا عايزه اقدر ايه اعمله. وعايز السمك بتاعه ازيده شويه كده. طلعت طيب، ارجع تاني اقول له ايه زي من هنا بقى ممكن. خلاص خلينا نعمل لها اديت تاني. نحطها صفر عشان تبان، وازود السمك بتاعها شويه. ولا صفر مش حبان لانه المباني احنا عملناها صفر، او ان انا لو انا عايز اديها لون مثلا ابيض في السيمبولوجي هنا كده ده بتاع الاوتلاين، اسف، في ده لا ده الزوم سيمبل اند فيل سيمبل، اسف سيمبل عايز اديها شفافيه يعني مور اوبشنز. ايوه اعطت الشفافيه بتاعته ده البلو ريد جرين. المفروض انه فيه يعمل ترانسبيرنسي، يعني لو انا عايز اعمل ترانسبيرنسي ده السيمبل تايب 3 دي، لو انا عايز اعمل تكشر ممكن اختار حاجه تكشر جاهز صوره ولا حاجه اعمل بيها تكشر. لا مش عايز اخش في التفاصيل دي. ماركر فيل سيمبل
مثلا لو انا عايز اضيف هاتش ولا اضيف حاجه، وبعدين بيكتشر سين. لو انا عندي صوره عايز اعمل لها اعبي بيها ده اللي هو ابسط حاجه الاوتلاين. خلاص خلاص ده ريت. كان اعتقد بيعمل ترانسبيرنسي بس انا مش عارف النسخه دي ما فيهاش ولا ايه. ودي الستايلز المختلفه بقى بتاعت ال بتاعت ال الجرافيكس. على اي حال احنا بقى عندنا حاجه زي كده، حطيت بيها ايه علامه على الايه على الخريطه اللي انا عايزها تكتبها. طيب انا ممكن اضيف علامات، اضيف رموز واشارات زي اللي احنا ضفناها الصغيره قوي دي، بس انا ممكن اقول له ايه خصائصها وكبرها. الليدنج بتاعها ازيد سمكه، والكاركتر برضو اتشينج السيمبل هنا، السيمبل هنا غير الشكل بتاعها. يعني اقدر اضيف بيانات، بس هل البيانات دي بقى اللي انا بضيفها الدايره دي موجوده في الخريطه؟ لا، الدايره دي موجوده في الايه في وضعيات الطباعه بس، ولا الشمال ولا السكيل كل ده مش موجود في ايه في وضعيات الطباعه. يعني هنا مثلا ادي بتاع ده السيمبل ده بتاعنا، انا هقول له مثلا ان ده مثلا 28 كبرته، ولو انا عايز اغير الخلفيه بتاعته معلش تاني بدل ما هي صفرا كده اديها لون ابيض مثلا اديها لون تاني. السيمبل هنا شوف ده درس لينا ان احنا يعني كل لو يعني مثلا لو الجهاز بتاعك عمره مثلا يعني ده الجهاز ده عمره مثلا 4 سنين او 5 سنين، كل ما الجهاز صار كان اقدم كل ما انا ايه محتاج ان انا ما احملش بقى النص اب تو ديت بتاع، والا هيتعبني كده زي ما انتم شايفين كده. من يعني من البرامج مختار مختار ما اختارش ايه النص اب تو ديت يعني. طيب التكست ممكن نغير لونه، ممكن نعمله بولد، نعمله ايتاليك، اظبطه رايت وليفت الساس بتاعه طبعا، وبعدين الماسك عايزه شوف اعمل ماسك حوالين التكست نفسه عشان يبان من الخلفيه. لو انا الجنرال ادي الفونت نوع الفونت ده السايز بتاعه، ولو انا عندي كلام عربي ها ممكن اعمل كده فيتقلب اليمين شمال والشمال يمين. وبعدين ال تكست في الباترن، لو انا عايز احط باترن الباك جراوند اهي بقى الباك جراوند الباك جراوند عايزها بيضاء. فأصبحت إيه؟ أصبحت إيه موجودة على الخريطة وبيضة، والفونت بتاعها لو أنا سبتها كبرت معايا وأيتالك وبولد زي ما أنا عايز. طيب نيجي بقى إيه إن أنا عايز أضيف خريطة على آسف صورة زوم تو سيلكتد، لا أنا عايز زوم تو أول بقى زوم. خد بالك بقى لو انا
شوف بقى الحكايه دي، انا ظبطت السكيل بقى خلاص اهو. لو انا جيت ضغطت على العدسه دي كده ورحت عامل كده سكيل خريطه باص، بقت واحد ل 25000. شايفين يا جماعه السكيل فوق، كل ما اعمل زوم اهي الستيب عندي 20000. هتلاقي هنا ده كمان بيتغير، هتلاقي ايه التفاصيل اللي هنا دي كمان بقت ايه، السكيل بتاعها بقى اتغير. طيب خلينا بقى نشوف الصوره. نيو انوتيشن جروب، اكتف انوتيشن تارجت. برضه هنا نفس الحكايه، في برضه بعض الاوبريشنز بس دي للجرافيكس، للحاجات اللي ايه في وضعيات الطباعه اللي هي مش مالهاش دعوه بالخريطه ولا بالبيانات. ممكن اعمل يونيون وانترسكت وريموف وفرلام، الحاجات اللي هي دي. ان هو اقدر اجيب عنصر قدام وعنصر ورا زي الباوربوينت كده. تمام؟ لو انا رحت هنا على اعتقد في انسيرت بس هقول له انسيرت انسيرت بيكشر. تمام؟ اروح على البيكشر، هندخل اي صوره بقى انا اشوف كده انا عندي صور ايه. شوف كده يمكن ان شاء الله احط، انا هحط دي مثلا مجازا، دي الخريطه بتاعتنا احطها كده. حلو، نفترض انها دي صوره، عايز احط لوجو، عايز بتاع، يعني ممكن اعمل اللي انا عايزه، اصغرها واكبرها واعمل فيها كل اللي كان ممكن يتعمل. اقدر اعدل عليها زي ما انا عايز، واقدر اعمل كده واقول له ايه، اغير بقى مكانها بقى بالايه، بالملي بقى، يعني هنا مثلا اغير دي اخليها ايه، واحد واحد من عشر عشان اظبطهم فوق بعض، يعني ايه اقدر اتحكم فيهم بالايه، بالملي وكسور الملي، يعني اقدر اظبطهم لو عندي صوره وعندي جدول وعندي بتاع، اقدر ايه، يا اما استخدم الجريدز اللي هي الجايدز اللي انا بحطها ديت، اضيفها واحطها دي، يا اما اعمل ايه، يا اما ادخل على العنصر عنصر بقى وايه وابتدي ايه احط له المقاس بتاعه البوزيشن بتاعه والكلام. طيب لو انا عندي بقى، بشوف كده انا عندي مثلا هنا حاجه احط هنا كده ريكتانجل كده، تكست كوبي وبيست اهو، وطبعا عشان اظبطه بقى فوق بعض وما يفضلوش يروحوا يجوا مني، فانا بعمل ايه، المفروض ان انا اعمل كده عند العلامه مثلا عند ال 102 دي، والناحيه الثانيه اعمل علامه ثانيه هنا مثلا عند ال 114 مثلا، واجي دي ايه، دي تكست بوكس وصغره على قدها بالظبط، واللي تحتها عامل فيها نفس القصه صغيرة. وخلي دي خلفيتها بيضه واكتب عليها بقى ايه، لو انا عندي جدول، يعني انا عندي ايه جدول او شفافه زي ما انا عايزها. والبروازه اخليه اسود لو انا عايز، السمك برضو اللي انا عايزه، وهكذا. وبعدين دي احط بقى الكتابه اللي انا عايزها، هو ده ايه مستطيل كتابه يعني، مش كده؟ ولا ده مستطيل فاضي، اسف، ده مستطيل الكتابه بيبقى هنا، ده مستطيل الكتابه. واكتب بقى اسم الخريطه، تمام. ادي بقت ايه كده، اروح عايز اجيبها
اغيرها السكيل السكيل التكست نفسه تمام. فونت بس انا عايز اكبر الفونت اخليه مثلا 48. اوكي بس ما يعني انا مش عايز اضيع وقتنا يعني في الجهاز شويه مش سعفنا يعني. لكن انا خلصت الخريطه دي بقت عندي دي، واسمي بقى دي خريطه مثلا احنا قلنا السيمبولوجي بتاعنا ده خريطه ارتفاعات المباني صح كده؟ هنا دي صح؟ دي خريطه اجي هنا هو اقول له الاسم ده هسميها لا هقول لك باجي هنا واكتب كده خريطه بالعربي المباني حتى مش خريطه بقى دي كده ارتفاعات المباني، وعايز اسمي دي كده مثلا دور واحد بالعربي عشان اطبع الخريطه بقى بالعربي. هنا اسميها ارض فضاء بس كده. طيب عايز بقى اضيف مفتاح الخريطه دي عشان يبين لي الالوان دي ودي ايه ودي ايه. هعدي بقى على كل ده دورين ثلاثه ادوار اربعه ادوار وهكذا. هقول له هنا insert legend بيقول لي بقى انت عايز اللي عايز تضيفه. انا عندي ليرز كتير هنا انا عايز اضيف الليجند بتاع اللي اسمها اس داتا 5 فاجي على دي واقول له دي عايز اشيلها والباك جراوند اشيله ده اشيله ده اشيله بره هخلي دي بس اللي هضيفها في الليجند دي الليجند ايتمز. طيب بعدين بيقول لي بقى وانت عايز تعمل بريفيو عايز تعمل حاجه عايز الارقام دي تطلع في عمود واحد في عمودين اقدر من هنا اغير الكلام. طيب بعدين يعني الجهاز ده كان بيشتغل على 10 مثلا 2 من 10 ولا 10 1 من 10 كان سريع كويس لو ابتديت وصلت ل 10 ونص الحكايه بقت زي ما انتم شايفين. عنوان المفتاح نسميه مفتاح الخريطة كويس مقاسه قد بولد ولا مش بولد فونته عامل ازاي له نكست. عايز المفتاح ده يبقى له برواز عايز له خلفية اللي انت عايزه تقدر تعمل المسافة اللي بين واحدة وواحدة هنقول له ماشي زي ما هي كويس. الخلفية بتاعته صفراء اللي هو ده بتاعت البتاع ده ولا نعمل عايزه شكله كاستم ولا عايزه خلينا ناخده كده زي ما هو وبعدين بنعدل عليه اللي احنا عايزينه. طيب فينش هعمل فينش كده واشوف هو عمل كويس كده بقى ده مفتاح الخريطه وده انا مش عايز بقى الحاجات اللي فوق دي تبان لي فهاجي هنا هغيرهم هنا بقى اللي عايز اغيره اغيره من هقول له بروبريتيز دي مش عايزها اللي بالاخضر دي اللي هي الحاجات اللي مالهاش قيمه اللي هي النان دي فاكرين كان عندنا كام حاجه كده نان. طيب والاس 5 دي همسحها مسحت شايف سند باك اوردر عشان ما يقدرش المختار يختار معايا ده مفتاح الخريطة. طيب لو غيرت دي سميتها دورين مش كده؟ ثلاثة أدوار هتلاقي يبقى طول ما أنا بغير بيحصل تحديث لمفتاح الخريطة معايا. طيب لو أنا عايز أغير الستايل بتاعه
هروح كده بقى ايه، اصبر عليا شويه بقى على ادي الستايل اهو، دي ده الجابس اللي هو بين العنوان واللي فوق دي، شايفها العلامه بتديك هنا بالاحمر اهي، ده الايتم جاب اللي بين البند المستطيل الملون والتاني، ده الكولوم جاب اللي هم جم على ايه، عمودين. طيب راب تكست يعني ايه؟ يعني لو انا عديته حيز كده اهو والمسافه مش عندي واحده منهم طلعت كتبتها كتير، فيعمل لها ايه رابنج، ياخدها على سطرين كده، شايف؟ بص هنا اهو دي كده زي دي كده. طيب راب ديسكريبشن، وبعدين الفريم البرواز الخلفيه والكلام ده، السايز والبوزيشن، وبعدين الجنرال. بص بقى هنا اهو البوزيشن بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ لاي اوت نسميه كده، دي الايتمز بتاعت اللي المفروض تظهر، خلينا نشوف ده. زعلان شويه يبقى انا اقدر احط سهم شمال، احط سكيل، احط ايوه. بص بقى هنا دي الستايلز الستاندر بتاعته، وهنا دي ايه، ده البريفيو بتاع الستايل، عايزه عنوان اللاير والهيدنج والكلام ده، ولا عايزه فقط ديسكريبشنز، ولا عايزه اسم اللاير والعنوان، ولا عايزه العنوان بس او الهيدنج، يعني ده هيدنج ده ليبل ده ديسكريبشن وده اللير نيم، وده اللي كان موجود اللي هو حاليا دلوقتي اللي هو الاسم اللير اللي احنا مسحناه والهيدنج، ماشي. انا هقول له ايه الهيدنج بس، والليبل اللي تحتها ولا عايزه فين بالظبط، عايزه اللير جنب منه فين الديسكريبشن، ادي الليبل اهو كده. اوكي ابلاي خلاص، ادي مفتاح الخريطه، وادي عايز اتقل دول اكبرهم تاني، هرجع تاني للايه الخصائص واعدل اللي انا عايز اعدل. تمام بس انا مش هعدل حاجه دلوقتي عشان ايه الوقت بتاعنا. انا الخريطه دي هعملها سيف اس كويس، ودي خريطه ايه بقى؟ خريطه بتاعت المباني. حلو، عايز اعمل خريطه ثانيه بقى، هقول ايه نفس ده بقى هتسميه سيف اس وخريطه نظام الانشائي. هروح هنا بقى اقول له ايه دي اللير ديت، هقول له انا عايز اعمل لها خصائصها، عايز اعمل السيمبولوجي بتاعها. السيمبولوجي بتاعها بمعلومات ايه بقى؟ احنا قلنا خريطه اسمها ايه؟ النظام الانشائي كونستراكشن ايه؟ طيب راح قايل له كده اد اول فاليوز، الغي دي بقى عشان ما تبقاش ممكن، الغي ده كمان، الغي ده اقول له ريموف. حلو، اقول له ابلاي. اوكي هلاقي ايه انه الالوان الخريطه اتغيرت والكي الوانه برضو اتغيرت ومسمياته، ها كونستراكشن ده مثلا انا اتذكره يعني ده كان ستيل او ايه مبنى معدني، خلينا نكتبها بالعربي بقى كده عشان تبقى ايه معدني. حلو، مبنى خرساني، ودي قلنا ايه مش هتظهر خلاص احنا لغيناها من هنا. والالوان بتاعت دي انا ممكن اعمل الخرسانه دي مثلا لونها رمادي، الحديد ده اعمله مثلا لونه ازرق،
مثلا. كويس، وبعدين ده خشب مثلا كده عودي كده مثلا، هلاقي الكي بيتغير، وايه كمان ايه الخريطة بتتغير. انا عايز اعمل السكيل ده 25 تاني. في الخريطة دي انا مش محتاج مثلا، مش محتاج الدايرة دي، خلاص اختارها كده واعمل لها ديليت، مسحتها. لكنه انا خلاص السكيل والدنيا كلها، كل اللي انا ايه كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا ايه بستعرض. طيب انا عايز احرك كده الخريطه شويه شمال، اروح جاي هنا على الايه، على ده دو ده يشتغل جوه الايه الفريم، انما السهم ده يشتغل على الفريم نفسه. يعني الفريم اللي انا ده اقدر احركه كده ستريم، الفريم كله من هنا، لكن الخريطه بقى نفسها بحركها من ادوات الخريطه دي، ادوات الخريطه الزوم ان والزوم اوت والكلام ده، ودي ادوات الايه الدرونز او الرسومات المرسومه في الوضعيه ده. لما اروح هنا وضعيه الموديل بقى اللي احنا كنا فيها، الخريطه كلها شايف هلاقي ايه كل الايه اللايرز اللي انا حاططها هلاقيها موجوده هنا. انا بس 5 احنا شلنا اللاير بتاعت المباني، خلينا ننزلها كده بسرعه. من الارك كاتالوج حطيناها جوه ده تيست هنا، دي اس 2 ديت كده سون. طيب بص كده بقى معايا، انا عندي الداتا دي موجوده هنا في الداتا بيز، فين؟ في هنا في دي، ودي موجوده في دي، واللي تحت خالص اسمها ايه اللي احنا مسحناها وشغالين بيها دلوقتي، مسحنا اسمها بس، خلينا نقول كده اسمها، اسمها ايه؟ اهي اسمها ايه؟ اسمها اس 5 اندرسكور يو، نسميها تاني اس بارتز، وراح رايح على الايه اس جنرال واسميها كده اس 5 اندرسكور يو تاني، او زي ال عشان ما تتوهش مني بس. خلاص كده. طيب انا عايز انقل بيانات من هنا احطها هنا، انقل بيانات من دي ادمجهم مع بعض، هعمل ايه بقى؟ شوف معايا. اولا خلينا نفك كده ايه التيبل بتاع دي، التيبل بتاع دي دي ما فيهاش بيانات لسه، عايزها تندمج يعني. طيب خلينا ناخد واحده فيها بيانات، نشوف دي كده فيها بيانات. حلو، ايوه دي فيها بيانات الفلو فيرست فلو. طيب هل بقى الثانيه او نمبر اوف، كويس نمبر اوف دي عدد الايه الادوار، نمبر اوف فلورز. هو خد بالك فاكر احنا كنا بنقول في الداتا بيز بياخد عدد حروف معين لاسم الفيلد او اسم العمود، هم قدام منك هم الباقي ها اتقصوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حروف، هتلاقي دي برضو 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حروف. يبقى هو ايه ما زاد عن 9 حروف بيعمل ايه؟ بيقصه خلاص، هو ما شافوش. عشان كده لما نسمي الحقول بتاعتنا في الاكسل قبل ما نجيبها هنا، او حتى لو انا بنشئ لايرز هنا اهو، المفروض ان هو ايه اللاير دي اعمل اراعي ان انا ايه ما نزيدش الاسم عن الايه عدد الحروف اللي البرنامج ممكن يقبلها. طيب نشوف اللي احنا عاملين لها سيمبولوجي دي،
انا ممكن انا من هنا كمان ابص هنا، لو انا دخل جيت على الفيلدز اهي يبان لي اسامي الايه الفيلدز اهي، ان هو ده عدد الفلور نمبر اوف فلورز، بص سماه ايه اندرسكور اوف اندرسكور فلور. طب وهناك احنا شغالين على ده صح، بروباريتيز بتاعتها بروح على الفيلدز اهو اسمها ايه بقى نمبر اوف. كويس، طب انا عايز اغير بقى، لازم يبقى واحد دي التيبل بتاعتها تبقى زي دي عشان ها اقدر اعمل لهم سيمبولوجي مع بعض بعد كده، لانه لو هو لو انا دمجتهم دلوقتي شوف كده، لو انا قلت له ايه انا عايز اشبك جوين، اعمل جوين هنا بين دي، لا هو مش هعمل لهم جوين لان هو ما فيش الارقام اللي هنا يونيك مش مكرره، والارقام اللي هنا برضو ايه مش مكرره، فانا مش هقدر اعمل لهم جوين. انما اقدر اعمل ايه بقى؟ هقول له بص كده، هقول له ايه انا ستارت اديتنج، ستارت اديتنج فين الاديتور؟ هروح كده على الايه الاديتور، هو دي الاديتور، واقول له ستارت ايه اديتنج. بس انا كده في وضعيه ايه اديتنج تعديل يعني، وهروح على اولا انا مش هقدر اغير اسم العمود يعني، لكن اقدر من خلال التيبل دي كده لو انا جيت حددت دول كده حلو قلت له اديت كوبي، ورحت على بص كده انا دلوقتي شغال على هقول لك تيبل اوف كونتنتس، واجي على اللاير اللي هي دي كده قلت له ايه بيست او بيست سبيشال بيست، ولو ما عملت بيست هيعمل ايه؟ ايوه بيسالني بقى عايز تعمل له لصق في انهي لاير؟ هيقول لي اقول له انا على اللاير اللي هي 5 اندرسكور يو دي حلو. شوف بقى لما اروح على الجدول بتاعها جدول البيانات بتاعتها، وخليها خليني الاول خليها كده ايه هي الاونلي سيلكتد، اونلي ميك ذيس ذا اونلي سيلكتد لاير اللي هي اللي انا ضفت عليها، صغر دي شويه. انا خدت منين؟ من اللاير اللي هي دي اس 1 دي، ايوه دول دي الايه المباني اللي انا نسختهم حلو، ضغط كده واما اختارهم تاني هختار دول بس، يعني دول مش على اللاير اللي هي ايه دول على اللي مش اللاير اللي احنا خدنا منها، دول موجودين على اللاير الجديده، ولو تاخد بالك ابتدى ايه ياخدوا ايه ياخدوا بعض الالوان تمام، عشان ايه بقى خلينا نشوف الجدول بتاعها في ايه اومن اتريبيوت حلو، وريني السيلكتد ايوه ادي السيلكتد دول اللي هم مختارين، لكنه شاف انت النمبر اوف فلورز ما جابلهاش بيانات خالص. ليه بقى؟ لانه اسم العمود ده مختلف عن اسم العمود اللي هناك. طيب بيلدينج هايت شوف هنا ده اسمه بيلدينج ايه اتش، لو رحت بقى على اللير اللي انا بنسخ منها، او احنا دلوقتي بنشتغل على ايه كونستراكشن، طيب يعني بص اسمه ايه كونستراكشن تي اي اخره ايه تي اي، لو رحت انا بقى على الجدول اللي فوق اللي هو اللي انا نسخت منه ده تمام، وشفت قلت له وريني الجدول، هتلاقي ايه كونستراكت تي اي نفسها نفس الاسم، لكنه نمبر فلورز دي ما جاتش بياناتها خالص. يعني اقول تاني مره تانيه في اللاير الجديده دي اللاير اللي انا نسخت عليها ها انا نسخت الايه الكام ايه كام عنصر دول ووديتهم فين؟ هم كام عنصر دول؟ وديتهم في اللير الجديده القديمه اللي انا كنت عامل فيها اللي تحت اللي هي العناصر بتاعتها تحت، نسختهم هنا ضفتهم هنا. فعشان انا عامل سيمبولوجي بمعلوميه الحقل او العمود اللي هو النظام الانشائي، والعمود ده موجود بنفس الاسم في اللير القديمه اللي هي ديت كويس، جت البيانات بتاعته، لكن
البيانات بتاعت ارتفاع المبنى ما جاتش. ليه؟ لانه اسم العمود في الجدول مختلف هنا عن هنا. فلو انا عايز اوحد البيانات دي بعد كده، يعني عايز ادمج دول، خلاص انا مش محتاج ان هم يبقوا في ثلاثه حاجات، عايزهم يبقوا حاجه واحده، بحيث ان انا ايه، لو عايز مثلا اعمل دراسات على المساجد، اعمل دراسات على العيادات، اعمل يعني اي نوع من الدراسه على الموضوع كله، فاقوم ايه عايز ادمجهم مع بعض. فلازم يكونوا ايه، اسامي الحقول. منين بقى اعمل؟ من الاكسل في البدايه خالص بقى. شوف هنا، لو احنا كان عندنا هنا شوف كده من البدايه خالص في ملفات الاكسل، في اكس سي ال، مش لا مش اي اكس، اكس سي ال، سي اي ال، سي ال، معلش انا هفك بس اكسل عشان اوريك الايه، ازاي نعمل الحكايه دي من بدري قبل ما انا ايه ما اوصل لغايه ما خلصت الداتا بيس بقت عندي وبعدين تحصل لي المشاكل. لو انا بصيت هنا كده، اكسل ماشي، ادي واحد اكسل اهو، وادي الثاني. باجي اعمل ايه بقى؟ بص كده عشان اتاكد. بص ده هنا هو كاتب فيرست فلور يوز، احنا قلنا انه ما بقاش فيه سبيسز، ما بقاش فيه فضاء. طيب بتاكد طبعا انه ايه، عدد الحقول اللي هنا او عدد الاعمده اللي هنا متطابق مع عدد الاعمده اللي هنا. بروح عامل ايه بقى؟ ناسخ ده كده، حطه هنا واتاكد ان هم بنفس الترتيب. ها ادي الجراوند فلور، وادي هنا الفيرست فلور، وادي بعد منه الفيرست فلور، بعد منه التيبيكال، بعد منه نمبر اوف فلورز، بعد منه البيلدنج هايتس، شايف ازاي؟ بيلدنج كونديشنز، وبعدين الكونستراكشن تايب، وادي الاركتكشر ستايل. خلاص اروح اعمل له كده بيست وسيف ده. لما بعد كده اوديهم بقى تيبلز واشبكهم واعمل كل الشغل، يحصل ايه؟ يحصل ان انا يبقى ايه، اسامي العمدان هنا متطابقه مع اسامي العمدان هنا. فاهمين يا شباب؟ ان انا ايه؟ بدل ما ارجع بص في لها حل تاني هنا بقى، يعني انا جبت الداتا دي اهي ورطان فيها، فممكن اعمل ايه؟ بص كده اعمل ايه؟ اوبن. لا بس لازم اقفل الايديتنج الاول. سيف ايديتس، لا مش هسيف ايديت، مش هسيف الداتا عشان ما اغيرهاش. حلو؟ هاجي هنا اقول له ايه؟ اوبن اتريبيوت تيبل، واقول له ايه؟ اد فيلد، اد فيلد، واسميه هنا بنفس الاسم اللي هناك. اسميه هنا ايه؟ بنفس الاسم اللي هناك، يعني الاسم اللي هناك اسمه ايه؟ خلينا ايه نشوف هنا الاسم اللي هناك. اروح اقول له كده التيبل هنا اسمه ايه، الحقل اللي احنا شغالين عليه ده اسمه كونستراكتي. طيب ماشي، اعمل كده و اروح على اللير اللي هي الثانيه اللي هي ايه، اللير دي كده. نروح هنا اللي هي ديت اللير دي، واقول له ايه، اد فيلد، مش كده؟ اد فيلد، واسمي ايه؟ حتى الكابيتال لازم يبقى كابيتال. ولا الثانية كلها كابيتال، استنى كده هقول لك انا هعرف بالظبط. شوف عملية ايه، شوية هكتك يعني، لو انت ظبطتها من الاول او انت شغلك الداتا بتاعتك مترتبة من الاول هتلاقي ايه. انا عملت برنت السكرين هنا اهي، شوف كلها ايه هنا كابيتال. طيب وده نوعه برضه لازم يبقى ايه، الراي ان هو ايه النوع
نوع الكلام يبقى زيه، هنا ما يبقاش ارقام بقى يبقى تكست. 50 50 برضو خد بالك، لو هم هناك 100 وانت جبتهم هنا ودول عملتهم 50 مش هينفعوا، سواء هم هنا ولا هنا في اي حته. اقول له اوكي خلاص. بقى عندي انا دلوقتي حقل جديد ضفته، وبعدين هقول له ايه بقى، رايت كليك كده واقول له ايه فيلد كالكوليتور. بيقول لي ماشي، هو بيقول لي انت ايه احسن انت تفك الداتا بيز عشان لو لخبطت ولا طلعت وحشه تعرف تتراجع يعني، ما انا مش فارق معايا. انا اقول له ايه ان هو الكونستراكت اي ده يساوي ايه بقى، يساوي اسمها ايه، فين الفيلد، والله هو كان الفيلد اي واحد فيهم، هو كان فيه كونستراكت اي واحنا عملنا كونستراكت اي. لا مش هينفع، خلينا ده مش عايزينه خالص، انا هسيبه. هعمل اللي كان ملخبط هو الايه، الفلور نمبر صح، اللي ما جاش هنا عدد الادوار، لانه هنا كده لو قلنا كده هنا نمبر اوف، والثانيه كان اسمه ايه، اسمه هو ده هنا كان اسمه ان اوف فلور صح. هعمل برنت سكرين هنا كده واروح في احتفظ بيها عندي هنا مثلا كده ده اسم الايه العمود. هعمل عمود تاني في اللاير الثانيه اللي انا عايز اجيب منها بنفس الاسم. شوف الغلبه شويه، عمود تاني هنا اقول له اد فيلد، ولازم يبقى بنفس الطول كمان، ها نفس طول يعني العمود هنا هسميه ايه، اسمه ايه بقى، او شايف اللي هو ده اسمه ان اندرسكور اوف اندرسكور فلور، كلها كابيتالز ان اندرسكور اوف اندرسكور ايه بقى فلور. وقلنا ان هو ايه ما ينفعش يبقى بالعربي، لازم ده اللي بالانجليزي. لو عايز اكتبه هنا اهو عدد الادوار بالعربي ينفع، بس اللي موجود في الداتابيز هو ده اللي في الـ خلاص كده. واجي هنا اقول له ايه بقى عدد الادوار، ده اللي بيظهر لي انا كان ايه يعني، واقول له انه ده يساوي ايه بقى، يساوي نمبر اوف دي. دبل كليك كده واقول له اوكي، عبيت الايه، عبيت العمود ده. لما اروح بقى على التيبل نفسها الحين دلوقتي، لو انا جيت شغلت شغلت اللير دي وخليتها دي اونلي سيلكتد، ها ميك ذيس سيلكتبل لير، فتحت الايديتنج ورحت واخد كده دول كده على بعضهم وعملت لهم كوبي وعملت لهم ايه بيست تاني، اخترت اللير اللي هي ايه دي، قلت له اوكي. تمام طبعا انا هم انا مش شايفهم بس هم ايه موجودين تحت، موجودين تحت. طيب لو انا اللير بقى اللي تحت دي اللي هي اللي انا كنت عامل لها السيمبولوجي بس معلومه الايه كونستراكت عملتها بارتفاع الايه نمبر اوف فلورز، بص هنا اهو هلاقي معلومه ده سيمبولوجي، وقلت له هنا اهو معلومه الايه نمبر اوف فلورز اد فاليوز او اد اول فاليوز بقى هنا فين اد اول فاليوز، وبعدين اشيل اللي انا ايه مش عايزه يبان ريموف مثلا كده. طب شوف هنا بقى ابتدت تبان ايه عدد ادوار ازود من لانه ايه بقى في مجموعتين من المباني، ابتدى يعمل لي ايه الالوان بتاعت البتاع ده زيها زي ايه زي اللي تحت. صار انه احنا ايه انا قافل اللير الاولانيه الفوقانيه وانا بشتغل على اللير دي بس دلوقتي. ولو انا شفت الجدول ده
مسكت دول كده، خليت قلت له بقى خلي اللي تحت دي هي السليكتابل، مسكت دول عشان اشوفهم فين في الجدول، الجدول بتاعهم فين بقى. جاب الايه، جاب الداتا كلها تقريبا بما فيها ايه، فين النمبر اوف فلورز اهو، جاب ده شايفين، لانه الاسم دلوقتي تطابق مع اللي هناك. المره الماضيه لما عملنا كوبي ما جابهمش، هتلاقي انه في بعضهم نان، اللي هو احنا ولا احنا ما سيفناش صح، ما سيفناش الداتا. لما جينا نعمل هنا اهو نعمل ستوب اديتنج قال لي سيف، انا قلت له لا. يبقى انا كده ايه، دول السليكتد. طيب ولا دول ال، دول السليكتد مظبوط كده، دول كلهم هنا، انا ما عملتش سيلكشن في الايه، في الناحيه دي خالص، دول كلهم في الايه، في الزون ده، بما فيهم غالبا دول اللي احنا، دول مكررين دول غالبا صح ولا مش مكررين؟ لا مش مكررين، دول اللي هم اصلا كان فيهم ايرورز، وفاكرين المره الماضيه لما عملنا توبولوجي وابتدينا نصلح الحاجات ونشيل، فرغنا دول فاكرين المره الماضيه فرغنا الباثوهات ديت، الافنيه ديت كده. فانا خلاصه الكلام ان انا لو عايز اجمع الداتا بعمل كوبي اختارها تمام، اخلي اللير هي السلكتبل تمام، واعمل احدد اللي انا عايزه واقول له ايه كوبي، واروح على اللير واقول له بيست، فيسالني عايز فين، اختار اللير اللي انا عايز ايه اجمع عليها العناصر. طيب لو انا عايز اعمل حدود للمنطقه دي، عايز اعمل حدود للمنطقه دي بس، احنا معلش طولنا النهارده شويه صغيرين، بس ايه انا لو انتوا مش يعني تعبتوا مش متابعيني ممكن ايه نوقف النهارده كده ونشوف طب خلينا نخلص النهارده بالمره، وممكن نشوف المره الجايه. هو احنا كنا متفقين على 4 مرات بس، ممكن نضيف مره يعني، ما فيش حاجه تمنعنا ان احنا نضيف مره كمان يعني. ايه رايكم نكمل ولا نشوف مره كمان؟ سامعيني يا شباب؟ طيب خلاص خلينا المره الجايه نكمل. السلام عليكم دكتور. اي حبيبي الله يعطيك العافيه. احنا انا بالنسبه لي ممكن تكمل عادي دكتور، ما في مشكله، ممكن اذا بدك نسوي كمان محاضره بس نشوف الحضور اذا بدهم. طيب نصوت كده لو حابين نكمل، خلي مره كمان نتكلم فيها على ازاي انا اعمل لاير جديده، مش لاير جديده بقى، اعمل فيتشر داتا سيت جديده واعمل جواها فيتشر كلاس. يعني لو افترضنا مثلا انا عايز اعمل منطقه حدود المنطقه دي كويس، فاعملها. كمان نشوف ازاي انا ممكن اعمل المباني بتاعتي اعملها 3 دي جوه الجي اس. ولو انا عندي كونتورز في الارضيه ممكن اعملها ازاي، اعبر عنها 3 دي ثلاثي الابعاد يعني. خلينا المره الجايه نتكلم في الجزئيتين دول ان شاء الله. موافقين يا جماعه؟ هو في ناس كتبوا في الشات خليها كمان مره. طيب خلاص خلينا ان شاء الله مره كمان، و بس نتفق عليها ان شاء الله تبقى مثلا يوم الاثنين القادم برضو، زي الـ امس كده، زي الميعاد بتاعنا اللي هو من 7 ل 8. 7 ل 8 ايوه، من 7 من 7 يعني 8 بتوقيت مكه، 7 بتوقيت القاهره. الاسبوع الجاي الجدول فاضي، الاسبوع الجاي ما في مشكله، الاسبوع الجاي يوم الاثنين ما عندنا محاضرات، ما في مشكله. خلاص يبقى احنا
8 بتوقيت مكة، 7 بتوقيت القاهرة. إن شاء الله. زي ميعادنا يعني، نفس الموعد، لكنه إيه؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. أنتم طيبين إن شاء الله. شكر لكم حسن استماعكم. أيوة، بالنسبة للناس اللي جربت تطبق، أنا برضو يعني لو تحبوا إحنا ممكن ابعت لي الحاجة. كان المهندس عمر بعت لي، قال لي بعت لي رابط كده، قال لي ده الناس اللي حابة تطبق، أنا هبص عليه. وكمان لو أنت صدفتك مشاكل ولا حاجة، يعني حابب إن أنا أسمع إيه هي ونحاول نتكلم فيها مع بعض إن شاء الله. هنكتفي كده النهاردة إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن. إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور. ممكن إذا حدا عنده أي سؤال ممكن يسأل الدكتور، إذا في يفتح المايك وممكن يسأل. يبدو انه ما في اسئله دكتور. طيب خلاص، يعني اللي حابب انه يرسل لنا لو عمل حاجه، جرب شيء وحابب يرسلها نبص عليها، اهلا بيه. واللي حابب يكون لو له استفسار ولا شيء برضه المره اللي جايه، بس انها تبقى المره ان شاء الله الاخيره، او برضه انها تحت امركم. وفي اي وقت بقى يعني انا اديكم الايميل بتاعي كمان، خلينا نكتبه. ده الايميل بتاعي، تمام. وبرضو اعتقد الشانل بتاعتي على اليوتيوب هي مبدئيا كده عليها حاجات خاصه بالانفيرومنتال اسيسمنت وبتاع، في بعض حاجات على ريفت صغيره مش كتير، برضو حضرتك تقدر تزورها. ده الموقع بتاعي، هتقدر ده الموقع بتاعي، هتلاقي في الرابط بتاع اليوتيوب والرابط بتاع يعني تقدر يعني نقدر نتواصل مع بعض ان شاء الله من خلال سواء الفيسبوك ولا اللينكد ان ولا اي وسيله ان شاء الله، هتلاقيني موجود ان شاء الله، يعني نتواصل يعني باذن الله. دكتور احنا هذا ظاهر عندنا بس شاشة البرنامج، انت فتحت على صفحة اليوتيوب. اللي ظاهر طيب ثواني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا معلش انا وقفت الشير الظاهر ولا ايه؟ هسه ظاهر متصفح كده ماشي ظاهر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى انا برضو ان شاء الله هعمل، انا عندي كذا بلاي ليست، فهعمل واحده بلاي ليست للجي اس. هدول البلاي ليست اللي هم دي مجموعه من البلاي ليست، كنت في ده خاص بالجراس سوبر، ده خاص بالماسنج في ريفت، دي خاصة بال 12 الفيديو دول بيتكلموا على ازاي تقدر تعمل سيموليشن باستخدام الجراسوبر والليدي باج والهاني بي والكلام ده. هنا في بعض الحاجات خاصة بالراينو، اسف دول اللي بتوع السيموليشن، ال 14 فيديو دول بيتكلموا عليه من الاول للاخر، تقدر تعمل ايه؟ فول سيميليشن. ده بتاع استخدام ليدي باج وهاني بي.
هعمل واحد تاني للجي اس، عندي فيديوز انا صغيره بقى، كل تاسك بفيديو، كل مجموعه كبيره من الفيديوهات بس ايه صغيره. ولو انتوا حابين نحط يعني، طبعا المهندس عمر وبيم اريبيا مشكورين يعني، هم حاطين على الشن بتاعت اليوتيوب الفيديوز، ما اعرفش تبقى متاحه لغايه قد ايه يعني وكده، لكن هم الفيديوهات ان شاء الله تبقى، انا هضيف نسخه منها برضو موجوده هنا يعني. الرابط، خلينا ابعت لك الرابط بتاع الشانل. رابط ممكن تعمل كوبي لللينك في السيرش من فوق. يعني لها، طيب منين اقف هنا على الهوم يعني ولا اعمل ايه؟ لا من محل الموقع يعني هذا من... طيب ايوه حطه بالشات. شات مظبوط ولا مش مظبوط؟ ماشي، ما بش... انت بقى قول، لو هي مش مظبوطه انا ابعت لك الرابط ان شاء الله بقى. لو في مشكله في الرابط يعني. والويب سايت ايش هذا؟ هاتك دي الويب سايت، هتلاقي فيه، انا حاطط هنا مثلا مجموعه من الابحاث بتاعتي اللي انا ببلشت يعني، لو حد له اهتمام يعني بالحاجات اللي الدراسات البيئيه والكلام ده، وبعض الحاجات الخاصه بالكورسز يعني، ونقدر نتواصل بقى من خلال لينكد ان والفيسبوك وهنا اللي ده الرابط بتاعت اليوتيوب شانل. فانت زي ما الرابط الاولاني مش شغال، وهذا بتاع الموقع بتاع شانل الله يكون شغال باذن الله. ان شاء الله نتواصل يعني، انا اسعد بيكم في اي وقت، واسعد باستفساراتكم سواء في الجي اس او في غيره يعني. وانا شايف في ناس ما شاء الله بوست جراديوت ستودنتس وكده تحت امركم يعني، في اي حاجه يعني، سواء في الريسيرش، في الحاجات التكنيكال، في الحاجات الخاصة بالريسيرش برضو أنا أقدر أساعدكم إن شاء الله تحت أمركم سيدي. جزاك الله خير دكتور. الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك. إذا إن شاء الله موعدنا الاثنين الجاي إن شاء الله. أنت طيب. أنا بحاول أبحث عن اللينك في اليوتيوب، مش عارف إن شاء الله، بس المحاضرة الجاية نزود اللينك حق إيش؟ حق الزوم يعني؟ لا اليوتيوب، قناة اليوتيوب تبعتك. طيب خلاص ان شاء الله حضرتك. وكان الباشمهندس عمر بعتهم لي، انت عايز قناة اليوتيوب بتاعت مين؟ بتاعت حضرتك بتاعت انا. لا بمهربية. انت حضرتك لو دخلت على الموقع بتاعي اللي انا بعته في الاخر، الرابط اللي بعته في الاخر، هتقدر من هنا تدخل على اليوتيوب. بس انت ما بعته على الشات عندنا. لا بقى الا اخر واحد. ما ظهر عندنا على الشات شيء. طيب خلينا تاني، معلش. ممكن لاي فيديو عندك في القائمه تكبس عليه كليك يمين وكوبي لينك. بس بس ما هو ما وصلش ازاي؟ طيب استنى كده، تو everyone، هو راح لمحمد بس. ايوه كده بالضبط، هيك تمام. نتواصل ان شاء الله ونسعد بيكم باذن الله. هشوف انا، هبص على الحاجه اللي بعتها لي المهندس عمر واديكم فيدباك ان شاء الله على نفس المجلد ان شاء الله.
شكل هاي يكون شكل هاي يكون القناة أكون شفت على حبت خير إن شاء الله. حياك الله، أهلا وسهلا دكتور، الله يعطيك العافية. الله يسلمك.